بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. أفضل أربعة أدعية في يوم كسوف الشمس كما ورد عن علمائنا الأعلام وأهل البيت العظام سلام الله عليهم أجمعين. أولاً، من أفضل الأعمال في يوم كسوف الشمس هو الصلاة على محمد وآل محمد والإكثار منها، لأن الصلاة على محمد وآل محمد كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أمان من كل مخوف. وكما قال الإمام الصادق عليه السلام لرجل سأله: يا ابن رسول الله، كنت في مناسك الحج فلم أستطع أن أقرأ دعاءً ولا أي شيء آخر، وإنما اكتفيت بالصلاة على محمد وآل محمد. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لم يخرج أحد من الحج أفضل مما خرجت أنت فيه أو خرجت منه، بأن الصلاة على محمد وآل محمد هو سيد الأذكار. لم يخرج أحد من الحج بأفضل مما خرجت أنت. لذلك الصلاة على محمد وآل محمد دائما وأبدا هي الأفضل في كل شيء، خصوصا في هكذا ظواهر سماوية. ثانيا، كما يقول علماؤنا الأعلام، الاستغفار. كان دائما وأبدا أهل البيت عليهم السلام يتحدثون عن الأنبياء والأوصياء فيما سبق إذا ما رأوا ظاهرة سماوية أو أرضية من زلازل وكوارث وأخطار أو الكسوف والخسوف إلى غير ذلك في السماء، كانوا يكثرون من الاستغفار، لأن الاستغفار هو باب رحمة الله عز وجل، باب من أبواب رحمة الله عز وجل. في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يري هذه الآيات لعباده ليستغفروه ويعظموه ويرجعوا إليه ويتوبوا. والاستغفار في هكذا ظرف مفيد جداً، لأنك في هذه اللحظات تصلح فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وإنك قد عظمت هذه الآية السماوية، وكذلك فيها استجابة الدعاء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. علماؤنا الأعلام يقولون بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يستغفرون من 1000 إلى 5000 مرة، فنحن على الأقل نستغفر 100 مرة. أهل البيت يستغفرون من 1000 إلى 5000 مرة، فنحن على الأقل نستغفر 100 مرة. أهل البيت يصلون على الأقل 1000 صلاة على محمد وآل محمد، فنصلي نحن 100 صلاة على محمد وآل محمد. كذلك العمل الثالث هو التسبيح وذكر الله عز وجل، ومن أفضل التسبيح ومن أفضل الذكر كذلك هو تسبيح فاطمة سلام الله عليها، فهو مجزي عن جميع التسبيحات، بل هو سيد التسبيحات. كما قلنا بأن الصلاة على محمد وآل محمد هو سيد الأذكار، فكذلك تسبيح فاطمة هو سيد التسبيحات، وفيها من الأجر العظيم حتى يوصلك بأن الله يوجب لك الجنة ويمنع عنك النار. كذلك دعاء الفرج لصاحب الزمان سلام الله عليه، خصوصا في آيات الكسوف والخسوف والزلازل الأرضية والكوارث الأرضية والأخطار. لماذا؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فعندما ترى أي ظاهرة سماوية أي ظاهرة أرضية، فالتجئ فورا إلى إمامك وهو صاحب الزمان سلام الله عليه، وادعو له بدعاء الفرج لكي يفرج عنك ويشملك بدعائه، فلا يصيبك لا ضر ولا شيء من الخوف والهلع وكذلك شيء من المفزعات، حتى تمر بسلامة. هذه الأعمال يعملها علماؤنا الأعلام دائما وأبدا عند ظواهر السماء أو الأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى إقامتها. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. أما الأعداد فالأمر راجع إليك، على الأقل 100 مرة، على الأقل 100 مرة. تسبيح فاطمة 14 مرة. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. كانت هذه إجابة لسؤال من أحد الأخوة.